المؤتمر ديالنا بطبيعة الحال اللي كان هيقولوا دابا هو مؤتمر اللي أولا دوري كنص عليه القانون، وثانيا أنه مؤتمر اللي كنشدو فيه الهياكل، كنعطيو نفس جديد للنقابة ديالنا، كنعاودوا القراءة في واحد المجموعة من المواقف، واحد المجموعة من القرارات اللي خديناها في المؤتمر السابق اللي كان عقد في 2016. يعني أن المؤتمر ديالنا بطبيعة الحال هو واحد اللحظة تنظيمية قانونية باش أننا يعني نصحوا الاختلالات ونعمقوا ونقويوا ما هو إيجابي من أجل تحقيق واحد انطلاقة تكون أحسن وأقوى يعني للمستقبل، خاصة أن الانتظارات بالنسبة للموظفات والموظفين ديال الجامعات الترابية هي انتظارات كبيرة بحالهم بحال جميع الموظفين ديال الإدارات العمومية، خصوصا أن هذه الأزمة التداعيات ديالها ما تهيئه الحكومة المغربية بخصوص الإصلاحات ديال الإدارة العمومية واللي بالضرورة غادي تنعكس على الإدارة الترابية. إذا هذه المسائل كاملة بالضرورة خص الاستعداد ليها، لأن أكيد غتكون فيها واحد المجموعة من العناصر اللي هي سلبية واللي بالضرورة تكون عندها انعكاسات سلبية على الواقع المهني والمادي ديال الموظفين، واللي خصنا سواء أن يكون عندنا حوار مباشر مع أصحاب القرار باش أن يكون التعديل ديالها وعلى أساس أنها ما يكونش عندها تداعيات سلبية على الموظفين، وإما أنها تحذف تلغى. وكيبان أن من خلال التجربة ومن خلال هذا الشيء اللي كيوقع الآن أن أكيد غتكون تداعيات سلبية على الموظفين، وهذا بطبيعة الحال ما لا نتمناه. والمؤتمر ديالنا المقبل بين المسائل اللي غادي نكب عليها باش أنه يعني يهيئ هذه الشروط هذه، وأنه هو النقاش ديال هذه يعني هذه المسائل اللي هي مرتقبة. أكيد أن أولاً نعم أكيد بعدا ضروري نوجه واحد التحية لواحد العديد من العاملين الجامعة الترابية وعلى رأسهم العمال النظافة اللي كانوا في الواجهة ديال المواجهة هذا الوباء هذا، واللي مع الأسف أن ما تعطالهمش الحق اللي كيستحقوه. بطبيعة الحال هما ما كيديروش داك الشيء اللي كينتظروا من قبيل، لأن الروح الوطنية ديالهم هي اللي خلاتهم ينخرطوا بك يعني بك الحماس وبك الجرأة. كنوجه لهم تحية في هذا الباب هذا، كذلك العمال وعاملات الإنعاش الوطني واللي تصابوا العديد منهم ومنهم نساء، ولكن اللي حصل لحظ ان النتيجه اللي قدروا يتجاوزوها. اكيد ان هذا الوباء غتكون عنده تداعيات، هذه دابا اجماع ماشي غير في المغرب، اجماع عالمي، غتكون عنده تداعيات، غيفرض واحد المجموعه من التغييرات اللي خصها تحدث على مستوى القوانين، سواء الاداره سواء القطاع العمومي سواء ديال القطاع الخاص. كذلك غتفرض واحد المجموعه ديال الامور اللي خصها تحدث كاع، واللي خص الاهتمام يتغير من مسار لمسار اخر. يعني بان فين كاين النقص، وبان كذلك شنو هما الاعطاب الكبرى اللي خص تفتح فيها واحد يعني واحد الاوراق مهمه باش انها تعالج. بمعنى ان ما هو اكيد الان هو ان هذا الوباء هذا لن يرحل بدون اثر، انه بكل يقين انه غادي يخلي الاثر ديالو، والذي لا نتمناه واللي كيبان ان الحكومه المغربيه كتهيئ له هو انها الفاتوره غادي الحكومه المغربيه كتهيئ باش ان الفاتوره تأديها الطبقه العامله، سواء موظفين ديال القطاع العمومي سواء القطاع الخاص.